الكرم والعز مكتوبي على جبيني، هذا الشرف وبس لأني فلسطيني. حروف الكرم والعز مكتوبي على جبيني. كلمتهم المشهورة لرد السلام صح بدنه، وخاصة والواحد فيهم يكون راجع من الإحراث هل كان. قوة ارتباطهم العائلي ربطهم عليه الأرض الحنونة، خلت من بيوتهم بيوت عز، من بيض الجاجة لحليب البقرة وكل المونة. مين بفكر يطلع من الخضر لو زارها مرة؟ لهيك بتلاقي فيها 48 جنسية عاشوا فيها بمسرة. إلا إحنا قد ما غلبناهم، أنا متأكدة رئيس البلدية إسحاق صبيح كسر ورانا جرة. سبب تسمية مدينة الخضر بهذا الاسم نسبة إلى دير الخضر، واللي هو في عنا نسبة إلى القديس مارجيريس. موقعنا غرب مدينة بيت لحم، 12,000 دونم مساحة أراضي الخضر، وفي عنا 20,000 دونم خارج الجدار، جزء منها أقيم عليه مستوطنات الصهاينة. السكان حوالي غير اللي أجوا اليوم يعني تقريبا 13,000 نسمة. مدين الأرض ما خافنا مها بيثور بقلب النبض يولع جمر. بعيد الخضر تعالوا شوفوا لويح دبكة الخضر والرأس والطبل تحت الزيتونات. على مدار يومين بخمسة وستة خمسة بتعمر الاحتفالات، عشرات باصات السياحة بتوصل ليحيوا العيد، وهالحكي بالزمنات. ليش؟ بنعرف من الأسير المحرر العظيم رزق صلاح. دير الخضر بني في آخر الفترة اليونانية وبداية الفترة الرومانية. مرور الخضر عليه السلام في بلدة الخضر يعود إلى والدته. والدته من المعروف إنها فلسطينية، تزوجت من شخص روماني من مقدونيا، وكانت تقيم هون، وكانت معروفة إنها في ذلك الوقت إنها من طبقة النبلاء، أقامت هذا الدير. أجمل حاليا ما في الخضر وما ينسب إلى دير الخضر وكنيسة الخضر حقيقة هو احتفال يقام سنويا يسمى عيد الخضر، يشترك فيه المسيحي والمسلم في نفس العيد، لدرجة إنه تكاد لا تعرف إنه هذا هو العيد مسيحي، مع إنه بطبيعته مسيحي. أهالي الخضر جاءوا في أصل من قرية الولجة المجاورة، وهي تقع جنب بيت جالة. نتيجة خلاف مع أهالي الولجة نزحوا حوالي 40 شخص قبل تقريبا 200 إلى 220 عام، والتجأوا إلى الدير وإلى أرض الدير. إحنا نقف الآن أمام صرح الشهيد أو ضريح الشهيد سعيد العاص اللي استشهد في معركة الخضر عام 36، وهو يقاتل من أجل فلسطين ضد جنود الانتداب البريطاني. الشهيد سعيد العاص هو حقيقة سوري المولد، فلسطيني الهوى والانتماء. هو أول استاد أقيم دولي بالمقاييس الدولية في فلسطين، يتسع مدرجه لثمانية آلاف متفرج. كثير ما يقتحم الجنود الإسرائيليين حتى أثناء إقامة المباريات الاستاد، ويقوم بإلقاء قنابل الغاز على اللاعبين وعلى المشاهدين، وكثيرا ما يفسد المباريات. شاهدت فريق عراقي هنا يتدرب، وشاهدت فريق أعتقد أنه من دول الخليج أيضا. فهذه رسالة ثقافية ورسالة اجتماعية توازي الرسالة الرياضية التي يودي هذا الاستاد. إذا بخطر على بالك خليني في بالك لا تحاول تنساني. بوابة الخضر بنيت في سنة 1910، يعني الحديث بدور عن 106 سنوات عمرها. بناها دير الخضر أو كنيسة الخضر حتى تكون مرشد ودليل لكل من بحب يجي للدير أو كنيسة الخضر. كانت معبر للقوافل ومقر استراحة للقوافل اللي بتمر ما بين الخضر ما بين القدس
والخليل، وأيضا تتفرع منها إلى غزة وأيضا إلى عسقلان، وهي أيضا تسمى محطة عسقلان قديما بوابة الخضر. عهدير البوسطة منطقة برك سليمان تتكون من ثلاث برك كبيرة جدا، تتسع إلى حوالي 160 ألف متر مكعب من الماء. البركة الأولى والثانية تعود إلى العهد اليوناني والروماني، يعني تماما كما دير الخضر. هناك مقولة رومانسية تقول إنه البنى البركة الأولى والبركة الثانية هو أحد ملوك الرومانيين بناها لمعشوقته من أجل إنها تسقي بساتينها. هي جاي ما بين الخضر برك سليمان وما بين أرطاس، ولازم نشير، وهي ملاحظة جدا مهمة، يعني كل هذا الجمال والأحراش اللي حوالين البرك بيستدعي من السلطة الفلسطينية أنها تهتم وأكثر بهذا المكان قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الاحتلال، لأنه ما في إشي حلو بفلسطين إلا بيحطوا عينيهم عليه. يا عمر وقف عندك عز الشباب، رجعني العمر اللي كنت أحمل كتاب. يا عمر وقف عندك عز الشباب، رجعني العمر اللي كنت أحمل كتاب. بيقول لك المثل عندهم اللي معاه فلوسه بنت السلطان عروسه. نسمع هالخراف بقعدة من العمر مع أبو علي وأبو محمود، ختيارية الخضر الزراف. كيف أكتر إشي بيميز لهجتكم؟ بتضخموا بالحكي. نعم، نحن إحنا بيقولولنا الختيارية إن شاربين من عين الحنية. هذه في الولجة. واللي بيشرب منها هذه بيطلع فعلا صوت الدخم. حتى مصطلحاتكم بتضخموا فيها، إنه تعال ابصر شو. أيوة نعم نعم. بدل ما تقول عنب بتقول عنب. أيوة عنب. مثلا انكتمت معي السكة، سكة الحراث، بروح على جارنا بقول له يا جارنا شحدنا السكة بشربنا نحرس عليها تنصلح السكة تبعتنا. أكثر إشي الخضر يعني مشهورة في زراعة العنب، يعني من يوم ما خلقت في العنب. عنباتها زكية. العنب الدبوكي يا حبيبتي، دبوكي حلو كثير، عسل. الجندلي بعطي حموضة شوي. كنا نصدره لعمان وللكويت، بقولوا خضراوي يا عنب، خضراوي يا عنب. الدبوكي الكتف بكى يجي معنا 4 كيلو 5 كيلو. طب ادويلنا سيكارة. حياك الله في رام الله. اسمها خديجة بعرفها، كلها خديجة العموري. هذه فوق 160 كيلو وزنها بكى. إشي عجيب. قالوا أبوها باكي عنده فوق 500 راس غنم، باكي تتناول تيس الغنم، التيس الثاني تكدي عليه، تذبحه وتسلخه وتقطعه وتحطه في الدست وتعلقه على النار وتقعد تطبخ فيه. ما يقوم الصبح الله غير العظام في الدست، مية شلتة يكبى 10-12 رطل وزن لحم وتكبى مية شلتة. قالوا صاير متكاتلين وصاير من بعيد يضرب فيها في حجار ويضرب فيها ضرب حجار، وهي بس تدير كتفاية تلكد ظهرها، الحجر طز زي الفطبل منها ما تسألش. من هان وتقول لي يا ناجي يا أنا في دخلك ونهاض، وتنهى مسجته. يا حبيبي. ويوم انها تمسك فطوك من هان ما قالت في هيد ولا راسه لنازل وجري لفوق. طب لما كنت بدكم تتغزل ولا تعاكسوا بنت في الخضر شو كنتوا تحكوا لها؟ لكناش مثلا نتنادي على البنت باسمها، مثلا يا فاطمة يا مريم، هذا نسميها لقب ثاني. في واحدة بكى اسمها زينب نقولها يا حسان. ايش معنى الغاز يعني؟ الغاز يعني ما حدا يعرف الا الشباب اثنين وهي. طب هالحسان كان حلو. يعني هنا كانت بتجنن، وفي واحدة كانت الاخرى جميلة بتجنن،
بكينا نقولها الزعيم. ايوه هذيك نكبيتها الزعيم. وين الزعيم؟ هي طلع من هاي راح من هاي. يا جبال جبالنا يا تلال تلالنا يا جبال جبالنا. بين القديم والحاضر خواطر حجة نعيمة كل النغاش الخضرية، من ناحية الحق معاها احكموا يا عشيرة الفيسبوكجية. مفتوح الكلام، أحلى سلام لأبو حسين. أنتوا جايين من سكة الأردن؟ أيوه. حضرت الملك حسين عزمان ما بقي يمرك على البوابة وأنا في الصف الرابع، بكينا نطيح نسحجنا ونسفكنا على البوابة ونأدي له التحية والسلام الملكي وكل شيء. بكت الناس سكيفة والعيشة نظيفة. أما اليوم والله بيت شعر عندك فيه الربابة ولا كسر وإحنا غلابة. جيلي اليوم جيل النت برزت، أنا بكل شيء إياهم. جيل النت برزت. برزت. جيل اليوم بده دجاج ومكياج ونوم في الفازي النعاج، شو بده جيل اليوم؟ شو بده جيل اليوم؟ خط كلامهم يتخدموا وين النوم؟ صح. آه ولا انت روح على الورشة وانا على الفرشة، احنا بمليون رجل الحمد لله رب العالمين. قوية. طب انت بيعتبروكي حجة نعيمة الكوية؟ ما بحمل مرة الفيس إلا التيس. ما بحمل مرة الفيس إلا التيس. والله الوحده اللي جوزها يقول لك وسوي جنكه صبر شويه مش هالحين شويه لا شوي ليش هوضه؟ لكن انت سمحت لها بالشيء هوضه. ايوه حرد الرجال على النسوان. خضر جن هي الخضر لما تهجن تشلكوت الحالة عليها. اصلا الجن خلقت بين القدس والخليل هي الخضر. والله ما بتحب تطلع من بستون وانا كل يوم في البستون كل يوم بعشب ببحث بعرض كل شيء. بيوت العلالي تراث جدودنا زهر الرمان البغالي رمان بلادنا. يا جبال جبالنا يا جبال جبالنا. من أبرز شيم الخضرية متسامحين موحدين وبيتحملوا المالية لحد ما يغلط ابن بلدهم. صحاب حق ما بيوقفوا معاه لأنهم ما بيردوا الأزية. وإذا واحد رأسه يابس وبعناده جفس وعشان الخضر مشهورة بالعنب بقولوا له مالك رأسك مليان دبس. وعلى سيرة الدبس أبو خالد رحمة الله عليه كانت مونته لما يسرح يشب أنينة زيت بلدي مع دبس ويا ويل البغل إذا ما سمعش كلامه كان يبطحه على الأرض وما يطلع معاه رأس حتى لو كان شرس. ولقدسية الخضر واللي سموها بيت الكرمة نسبة للدالية كانت الست المسيحية إذا نذرت نذر تيجي من بيت لحم للخضر ماشي حافية لحلوة يا دنيا زينة صندوقة من الخضر غرب بيت لحم.